ثلاث سفاحين في مصر، الوسيم والإمبراطور والمثقف. قصة كل واحد فيهم بتحكي قد إيه الناس دي كانت قلوبهم ميتة، والثلاث سفاحين دول أثاروا الرعب في قلوب المصريين ومحدش قدر يكشفهم بالساهل. وبدون مقدمات كتير تعالى ندخل في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن أخطر ثلاث سفاحين في مصر، وعشان مطولش عليكم عشان في ناس بتزهق تعالى ندخل في الموضوع على طول. رقم واحد معانا وهو السفاح اللي الناس لقبوه بالوسيم، وهو سفاح كرموز اللي لحد النهاردة محدش عارف عدد الضحايا اللي هو قتلهم. واسم السفاح ده سعد، وتولد سعد اسكندر عبد المسيح في منطقة أسيوط، وكان سعد اسكندر علاقاته المحرمة كتيرة جدا. وفي يوم من الأيام اتعرف على أرملة سرية جدا، وفي يوم من الأيام سعد اسكندر كان سهران معاها لوقت متأخر جدا في الليل، واستغل وقتها إن مفيش حد موجود وطعنها كذا طعنة لما تأكد إن هي ماتت، وسرق كل فلوسها وسافر على اسكندرية. وهناك سعد اسكندر كان مأجر مخزن صغير للقطن والنسيج. وفي نهاية سنة 1948 كان على علاقة بسيدة اسمها فاطمة، وكان بيروح لها بيتها على طول. ولما كانت الست دي بدأت تحس إن الجيران ممكن يعملوا لها مشاكل بسبب مروحه عندها كتير، بدأت تقول للناس ان سعد ده يبقى اخوها. المهم ان في يوم من الايام فاطمة كانت بتحكي معاها عن جارتهم الست العجوزة اللي ساكنة في البيت اللي جنبها، واللي كان معروف عنها ان هي معاها فلوس كتيرة جدا وعايشة لوحدها، وتقريبا كده ما كانش عندها اولاد. وفي الوقت ده سعد دماغه بدأت تشتغل ويفكر في ان هو يروح ويعتدي عليها عشان يسرق كل الفلوس اللي معاها. وفعلا تاني يوم الصبح راح وعمل كده، لان هو اول ما راح عند بيتها خبط عليها، واول ما هي فتحت له راح كتم بقها وخبطها بالسطور، ولكنها في الوقت ده كانت بتصرخ بصوت عالي جدا. وسعد في الوقت ده ما عطش اي اهتمام ودخل اوضتها ولم كل الفلوس والذهب واخده وهو خارج. لكن وهو خارج اتفاجئ بان في واحدة من جيران الست دي كانت جاية تطمن عليها بسبب صوت صرخها، والست دي كانت اسمها الست قطقوطة. وفي الوقت ده سعد اسكندر اول ما شافها ضربها هي كمان بالسطور، وبعدها طلع يجري وهرب. لكن لاحظوا النحس ان الست دي ما ماتتش، وقالت في الوقت ده للشرطة ان اللي ضربها وقتل جارتها هو اخو فاطمة. وطبعا لما الشرطة قبضت على اخو فاطمة الاساسي، الست دي ما تعرفتش عليه، وقالت لهم ان مش هو ده اللي خبطني بالسطور. ولما ضغطوا على فاطمة شوية اعترفت ان هي كانت على علاقة بواحد اسمه سعد، وان هي كانت مفاهمة كل الناس في المنطقة ان هو اخوها. وطبعا الشرطة في الوقت ده كانت قبضة على فاطمة، لكن المحامي بعدها بفترة قدر يخرجها. وبعدها بفترة الشونة اللي سعد كان مأجرها عشان يخزن فيها المحاصيل بتاعته اتحولت لمقبرة ضحايا، وكان اخر ضحية ليه تاجر حاول يهرب منه وهو مصاب، لكن سعد قتله في منطقة مكشوفة جدا من الشونة. وفي الوقت ده كان في واحد من العمال معدي بعربية نقل بالصدفة، فشاف سعد وهو بيقتل الراجل ده وراح بلغ الشرطة على طول. واول ما الشرطة وصلت للشونة في الوقت ده كان سعد هرب. لكن الشرطة هنا اول ما فتشت الشونة اتفاجئت بمقبرة مليانة عدد كبير جدا من الجثث. وطبعا الشرطة في الوقت ده كانت موهومة جدا من كمية الضحايا اللي هو قتلهم. وفي الوقت ده كان في حاجة اسمها الرسام الجنائي، قدر ياخد اوصاف سعد من الناس ويرسمه. وطبعا الرسمة اللي الرسام ده رسمها انتشرت هي واخباره كلها في الجرايد، والناس كلها بقى نفسها ان سعد ده يتقبض عليه. وفي يوم من الايام كان في ملازم اسمه فخري عبد الله كان واقف في كمين الشرطة، وكان في اتوبيس بيعدي فقرر ان هو يوقفه، وده عشان يطلع يبص على الركاب اللي فيه. وطبعا في الوقت ده شاف سعد في الاتوبيس ده وشك ان هو صاحب الصورة اللي الرسام ده رسمها. وفي الوقت ده الملازم سأل سعد انت اسمك ايه، ورد سعد وهو باين عليه الارتباك وقال له انا اسمي جورج عبد السلام. وفي الوقت ده الملازم عاد السؤال عليه وسأله تاني انت اسمك ايه، ورد سعد وهو بان عليه كل علامات التوتر وقال له اسمي جورج عبد الملك. وطبعا تغيير سعد لاسمه اكد في الوقت ده كل شكوك الضابط، والضابط في الوقت ده قال له انت اسمك سعد اسكندر، وقرر ان هو يقبض عليه. وبعدها سعد اعترف بالجرائم اللي هو عملها واتحكم عليه بالاعدام، وتنفذ الحكم في سنة 1953. وكان اخر طلب ليه ان هو كان عاوز كوباية مية وسجارة. ونيجي بقى للسفاح رقم 2 والملقب بالامبراطور او الخط نوفل، واللي قتل اكتر من 150 شخص. ونوفل سعد
ربيع هو أشهر من أطلق عليه لقب الخط، وبيقال إن ضحاياه اللي هو قتلهم بإيده أو إدى الأوامر بإن هما يتقتلهم عددهم فوق 150 ضحية. ونوفل بينتمي لقبيلة اسمها قبيلة الهوارة، والقبيلة دي كانت معروفة أيامها بإن هي قبيلة كبيرة جدا وعريقة. ونوفل حاله ما تغيرش كده غير لما كان فيه عيلة اسمها عيلة هنداوي قتلوا أبوه وأخوه وابن عمه، وده كان عشان ياخدوا بطار عمره أزيد من 35 سنة. ونوفل وقتها كان عنده 15 سنة، وكان حاطط في دماغه إن هو في رقبته طار ولازم ياخده، وفعلا نوفل قدر ياخد بالطار ده وبقى كبير عيلته. وبعدها نوفل بدأ يتجه لاتجاه مشبوه جدا، وهو إن هو بدأ يتاجر في السلاح والمخدرات، لأ وكمان كان عنده مزرعة أفيون في أرضه، وبنى بيت وكان محصنه بكل وسائل الدفاع، لدرجة إن الشرطة حاولت كذا مرة إن هي تدخله لكن كانت بتفشل. وفي ناس بتقول إن نوفل كان شغال مع الداخلية، وإن شغله معاهم كان عبارة عن إن هو بيسلمهم إرهابيين، وفي المقابل إن هم يسيبوه يشتغل ومحدش يعترض طريقه. وفي النهاية نوفل اتحاصر في بيته واتضرب بالأربجيه، واتقتل نوفل سنة 2007 وكان عمره في الوقت ده 38 سنة. وطبعا نوفل قصته كبيرة جدا، لكن المعروف عنها إن هي بدأت بالطار وانتهت بتجارة المخدرات والسلاح. ونيجي بقى للسفاح رقم 3 والملقب بالمثقف، والسفاح ده ضحاياه كانوا 12 ضحية، والسفاح ده اسمه محمود أمين سليمان، وهو فعلا كان مثقف جدا. وكان محمود أمين بيسهر مع كبار المخرجين والممثلين، وكان ليه علاقات قوية جدا معاهم، وكان دايما معرف نفسه ليهم على أساس إن هو صاحب دار نشر كبيرة جدا. ولكن بعد فترة اتفاجئ الجميع بالقبض عليه بتهمة سرقة فيلة أمير الشعراء وأم كلثوم، وفي التحقيقات اعترف بارتكابه 58 حادثة سرقة لمشاهير. ولكن بعد أيام من القبض عليه في شهر مارس سنة 1960 قدر محمود إن هو يهرب من السجن. ومحمود في الوقت ده وهو في السجن كان شاكك إن في علاقة بين المحامي بتاعه اللي بيدافع عنه وبين مراته، فهرب علشان يقتلهم وبعدها سافر على اسكندرية. ولما وصل اسكندرية راح لصاحب المحامي ده وسأله على مكانه فين، ولما قال له إنه ما يعرفش عن مكانه قتله، وبعدها قتل أخت مراته. وبعدها بفترة في ناس قالت إن هو قتل مراته والمحامي وتمن ناس تانيين، وكل ده في الوقت اللي هو كان هربان فيه من السجن. ومحمود كان دايما بيحب إن هو يتحدى الشرطة ويلعبهم، لدرجة إن في ناس بتقول إن هو في يوم من الأيام كان راكب تاكسي وخرج للسواق جورنال كان فيه صورته وقال له أنت عارف مين اللي في الصورة ده؟ وقبل ما السواق يرد قال له إن اللي في الصورة ده واللي الناس بتقول عليه سفاح يبقى أنا. وفي الوقت ده طمن السواق وقال له إن هو مش هيعمل له حاجة، لكن اداله جواب وقال له إن أنت لازم تسلمه للشرطة. ونهاية السفاح ده إن هو اتقتل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، واللي كانت حصرته في مغارة هو كان مستخبي فيها في حلوان. ودي كانت نهاية السفاح المثقف. وبكده نكون اتكلمنا عن أخطر 3 سفاحين في مصر. ولو عجبتكم السلسلة دي ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وطبعا مش محتاج أقول لك ما تنساش تشترك معنا في القناة عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. وفي النهاية أشوف وشكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.